من العيب حقيقة ومن الحيف أن هناك كثير من فرص الاستثمار أخذت بها الموافقات ولم تنفذ منذ سنين، ومن العيب أن بعض الإجازات والموافقات تباع من رجل أعمال لرجل أعمال آخر وكأنما هي عملية غش. أقولها بكل صراحة، كل إجازة استثمار لم تنفذ بقتها وصار يسمع موجود يجب أن تسحب، معناته الرجل ما عندهم كفاءة. ولهذا نشوف عندنا مشاريع بالآلاف مبنية على النص ومتروكة. ليش؟ ما عنده قدرة يقول ما عنده قدرة، والما عنده قدرة راح يتحالف ويا حلفاء رجال أعمال يسوون تحالفات، فإن أكثر رجال ما حتى تساعدكم قوة اقتصادية لتطوير مشاريع تخدم المواطن. الأخطاء والتلكات اللي تصير من قبل الحكومة، مو بس حكومة حتى تتحملها، القطاع الخاص يتحمل المسؤولية، وعليه يجب أن نعمل سوية على تذليل التحديات. نعم راح تقول لي هناك فساد وهناك ضغوط وهناك ابتزاز، نعم من واجب الحكومة أن تحمي القطاع الخاص. أنا نطلب عندكم طلب واضح وأحكي بكل شفافية، هذه فرصة تاريخية للتكاتف لبناء عراق جديد، والعراق به خيرات ممكن يكون أيقونة أو نموذج لاقتصاد ناهض، بس هذا ما ينجح إذا ماكو تكاتف بيناتنا جميعاً.